وقعنا على اتفاقية مع سوني الغاز وراح نمولوا كل العملية باش نديروا أول تجربة في الجزائر بمحطة توليد كهرباء تمشي على الطاقة الشمسية مع التخزين 100% مدة 8 أشهر، ومن بعد نروحوا لتيزاواتين ومن بعد نروحوا للإنجزام نديروا نفس التجربة، لأن هذو محطات ما يستهلكوش كثير في 8 أشهر في السنة، لازم لي ويمو هذوك نقلوا من استعمال الغاز الطبيعي وخاصة المازوت.